السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكتروميناجي. اليوم إن شاء الله سنقوم بكيفية ضبط درجة العسل الماء في غسالة صحون آرتير مارتا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الاشتراك في القرعة للفوز بإحدى الأجهزة المنزلية. ستجدون رابط فيديو الاشتراك أسفل هذا الفيديو. لنتابع الشرح. مرحبا مرة أخرى. نقوم بقياس درجة العسر الموجودة لدينا في المنزل باستخدام الشريط مرافق مع غسالة الصحون. ستجده مع دليل الاستعمال، إن لم تجده فهو متوفر في الأسواق. نفتح الشريط ونأخذ كأس من الماء من المنزل، نضع الشريط فيه لمدة 5 ثواني ثم ننتظر النتيجة. عند ظهور النتيجة نقارنها بالجدول المرافق لشريط الاختبار. نلاحظ أن المربعات الموجودة على الشريط حمراء اللون، يعني أن درجة العسر مرتفعة جدا. يجب ضبط الغسالة على درجة مرتفعة جدا. لنرى كيف ذلك في غسالة الصحون في هذا الفيديو القادم. بعدما قمنا بقياس درجة العسر الماء في المنزل، الآن سنحاول ضبط غسالة الصحون على هذه النتيجة. أولا نقوم بتشغيل الغسالة بالضغط على زر التشغيل، ثم نضغط مطولا على زر تأخير التشغيل وزر التشغيل والإيقاف لمدة 5 ثواني. بعدها نقوم بالضغط على زر برنامج، ثم نقوم بضبط درجة العسر لدينا في المنزل. أنا سأقوم بضبطها على 10 لأن درجة العسر مرتفعة لدينا جدا. أنت قم بضبطها على درجة العسر الموجودة لديك في المنزل. بعدها نقوم بحفظ الخيار بالضغط على زر التشغيل والإيقاف. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.